السلام عليكم الشباب، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذه اللي غادي نقول نشرح لكم فيها شكون هو الدور ديال الكالكيلاتور. دونك شكون هم الحوايج اللي نحتاجو نتعرفو عليهم ملي نبغو نتعاملو مع واحد الكالكيلاتور ديال الموضوع. دونك اون جينيرال انا عندي واحد ليكزومبل هنا ديال هاد الكالكيلاتور. هادي دونك هادي الكالكيلاتور ديال سيمنس، دونك كيما كتشوفو ديال سيت 804. هاد الكالكيلاتور نقدروا نلقاهم في الطوموبيلات مثلا ديال الفورد، ديال البيجو اكسيتيرا. دونك اول حاجه شكون هو الدور ديال الكالكيلاتور؟ حنا ما نهضروش على الادوار السطحيه، نقولوا الادوار ديال الكالكيلاتور كامله اللي كدير. دونك اول دور عند ديال الكالكيلاتور دونك هي الاسيغ دو ريكلاج ديال الديبي ديال الانجكسيون. ما معناه انها هي المسؤوله على التحديد ديال الكميه ديال الوقود اللي خصها تانجكت علينا في الموتور، سواء كان موتور ليسونس ولا موتور ديزل. الدور الجوج ديالها هو كتاسيغي لينا الريكلاج ديال لافونس على الانجكسيون، يعني وقتاش خص الانجكسيون تعطى بارابور للبوزيسيون ديال البيستون البي ام اش. اولا الا كان عندنا موتور ليسونس هي اللي كتاسيغي لينا الريكلاج ديال لافونس على الانجكسيون ديال على لي موج، عفوا، اعتمادا بطبيعه الحال على لي زانفورماسيون ديال لي كابتور. الدور الثالث ديالها واللي تزادو مع ليفوليسيون التطور هي اللي كتاسيغي لينا الريغولاسيون ديال البريسيون ديال السيراليمونطاسيون، يعني شحال خصها تكون. الدور الاخر اللي تزاد مع لي سيستيم ديال لونتيبوليسيون هي اللي كتاسيغي لينا الكالكول ديال لوطو ديال الروسيكلاج ديال لي كاز ديال الشابون. دونك بالنسبه للكوموند ديال لو جي ار، وتزادو دي فونكسيون وحدين اخرين بحال السيستيم ديال لا دبلو، السيستيم ديال فلتر بارتيكيل اكسيتيرا. دونك هادو هما الادوار الرئيسيه. الدور الاخر ديالها هو اون كادان كود ديفو ولا كود ديغور في واحد لو كابتور ولا واحد لاكسياتور، كتسجل لنا هاد الكود ديال الديفو هذا. والدور الاخر هي اللي كدير لنا لانفورماسيون ديال الكونديكتور باغ لا ليماج ديال الفويون ديال التشيك موتور في الطابلو دبور الكونديكتور اللي كان عندنا شي مشكل. دونك كيما كنعرفو حنا الكالكيلاتور كيكون عندنا فيها لي كونيكتور ديالها كما كتعرفوا هادو هكا. دونك كيكونوا مرقمين ا بي سي، دونك اللي كنخدموا عليهم في لي شيما الكتريك. دونك هاد لي بين راه كل واحد عنده الرقم ديالو. دونك حتى الا كنتي كتخدم بالدياغنوستيك اكسيتيرا وكتضبط الشيما الكتريك والمسائل ديالك، راه بالنسبه للبروغراماسيون في لي برونش ديال لي كالكيلاتور ما غاديش يكون عندك اشكال. دونك عندنا دي انبوت، دونك يعني دي زونطري، دونك عندنا فين داخلين لي ماس، عندنا فين داخلين لي بليس. دونك هادو كنجبدوهم في شيما الكتريك. دي زانفورماسيون مثلا ديال الكان ديال الكالاين باش دير ديالوغ مع لي زوطخ كالكيلاتور. دونك هما كنقدو نحسبوهم انبوت و اوتبوت في نفس الوقت. لي زونطري ديال لي كابتور. لي اوتبوت شكون عندنا لي اوتبوت؟ يعني هي الكوموند مثلا ديال لي زانجيكتور، الكوموند ديال الريغيلاتور مثلا ديال البريسيون الكاربيرون ولي فلارونب، الكوموند مثلا ديال الالكتروفان ديال لو جي ار، الكوموند ديال الالكتروفان ديال التيربو اكسيتيرا، كاع لي زاكسيونور، الكوموند مثلا ديال الفونتيلاتور دو رفرواديسمون، يعني بزاف ديال الحوايج. دونك انا كنهضروا على لي زاكسياتور. دونك انبوت اوتبوت كما كتشوفوا هاد لي بات كيكونوا عندنا هنايا. دونك كتلاحظوا عندنا واحد السيركوي امبريمي، هو هذا كيبان لكم قدامي. دونك عندنا فيه بزاف ديال لي كومبوزون، حنا غادي نحاولوا نتعرفوا على هاد لي كومبوزون شنو فيهم ومبدئيا شكون هو الادوار ديالهم. دونك اول حاجه عندنا الميكرو كنترولر. دونك حنا ملي كنهضروا على الميكرو كنترولر راه ماشي غير هو هذا بوحديته. دونك الميكرو كنترولر داخله فيه مثلا الفلاش، دخل فيه لي بروم، دخل فيه الرام اكسيتيرا. دونك بزاف ديال لي كومبوزون هما اللي كيتجمعوا كاملين وكيعطونا الميكرو كنترولر. دونك هذا هو البروسيسور ديالنا اللي عندنا في هذا الكالكيلاتور. دونك بطبيعه الحال هو كيكون باين وكيكون واضح. هاد الكومبوزون هذا اللي عندنا هنا هو الفلاش، كتسمى الفلاش. هاد الفلاش هادي شنو كيكون عندنا فيها؟ دونك هي اللي كتكون عندنا فيها الماب ديال الكالكيلاتور، صافي. دونك هاد الماب فيها مجموعة ديال لي ماب، صافي، هي اللي كيكون مسجل فيها واحد الفيشي كيكون عندنا فيه المعطيات، شحال خص يكون ديال الديبي ديال لانجيكسيون، وقتاش خص يكون لافونس ديال لانجيكسيون اولا لافونس ديال لا ليماج،
وقتاش خصك تكوموندو لو جي اير ولا تسد لو جي اير، كيفاش وقتاش تطلع البريسيون ديال التيربو اكسيتيرا، اعتمادا على لي زانفورماسيون اللي كيجيوها هنايا. دونك كتقارن مع المعطيات اللي كيكون عندها هنايا. مثلا انا عندي الريجيم ديال الموتور 1000 تور بار مينوت بار اكزومبل، هادو راه غادي تلقاهم في لي فيشي ديال لي ماب. مثلا عندي 1000 تور بار مينوت والبوزيسيون ديال البيدال داكسيليراتور مثلا كاين عندي في 10%، دونك الديبي ديال لانجيكسيون خصو، والبريسيون ديال الكاربيرون مثلا 400 بار، دونك الديبي ديال لانجيكسيون على سبيل المثال خصو يكون عندي في واحد 7.5 ملي سيكوند. دونك الكالكيلاتور كتعطي لوردر باش مثلا ان الانجيكتور لي زانجيكتور يتفتحوا بواحد 7.5 ملي سيكوند. دونك درت مقارنه مع هاد المعطيات ديال دونك الناس، بالنسبه للناس اللي كيخدموا التينين او اللي كيخدموا على حساب لي دي تي سي اوف، مثلا بغاو يلغيو شي كومبوزون شي كابتور، بغاو يحيدوا الفلتر بارتيكول، بغاو يحيدوا لو جي ار، دونك بغاو يحيدوا لاد بلو. دونك في لي سيستيم جداد كيلعبوا على هاد الفلاش هادي، على هاد المعطيات هادي اللي في الفلاش خصهم يبدلوه. داكور، من بعد دونك ملي كيبدلوها خصهم يانجيكتيو فيها المعطيات الجداد. دونك والطرق ديال القراءه كتختلف، دونك هنا خصك تعرف تحدد السيريال الكالكيلاتور اللي عندك على حسب اللوجيسيال ديال البروغراماسيون اللي عندك، دونك بالثمن ديالو، دونك قداش ما كان غالي قداش ما غادي يكون ساهل. دونك بالنسبه شحال هذه في الناس القدام مثلا اللي كانوا كيخدموا بالغاليتو ولا بالبي دي ام 100 كان خصك تحل تبرونشي دونك وتبوتي هنايا. مثلا بحال دابا هادي الا شفتو هي هادي الفلاش السيري ديالها، دونك انا هادي حيت وجدت عندي قلت نوريها لكم وصافي ديالكم في الشرح. دونك هي هادي الفلاش، كاين الا شفتو هنايا مثلا في هاد المثال مثلا هادي ديال الغاليتو اللي كانوا كيخدموا به مثلا شحال هادي. دونك الا شتي هنايا اول حاجه كيخصك هادوك لي كونيكتور اللي غادي يكون عندك في انت في لاباري ديال البروغراماسيون فين غادي تبرونشيهم. دونك ما غاديش تعرف، دونك اول حاجه راه اللوجيسيل ديال البروغراماسيون اللي كيكون عندك هو اللي كيعطيك فين غادي تبرونشي كل خيط. داكور، كيما كتشوفوا هنايا ما عرفتش كيبان لكم ولا لا، انا غادي نزوم. دونك كيعطيك لي كونيكتور بالشكل ديالهم بحال هكا مثلا غادي يكونوا باينين. دونك انا هادي شاده قدامي ما عرفتش كتبان لكم. دونك راه كل كونيكتور، دونك هاد الاولاني عندي من هنايا هكا، هاد الاولاني هاد الثاني هاد الثالث، دونك بحال هكا كيعطي لك بالترقيم ديالو مدور لك عليه. مثلا نعطيك هنايا في السي 3 قال لك غادي دير البليس الخيط الاحمر اللي عندك ديال 12 فولت. دونك عندك في الاش 4 قال لك هنا غادي دير داك البني هو الجراند لاماس. دونك في البي 4 غادي دير الكالاين دونك اللون ديالو. دونك راه عطيك كل بلاصه فين تبرونشي كل واحد. من بعد دوز الكونيكتور الاخر دونك في لابغوش جي 4 غادي دير فيها خيط احمر اخر دونك ديال 12 فولت، وهذا ديال الطروه ديال 12 فولت. دونك غير ما بين الحوايج اللي مهمين في البروغراماسيون، دونك خص لا طونسيون عندك تكون ستابل، داكشي من الاحسن يكون عندك واحد ستابيليزاتور دو طونسيون باش لا طونسيون ما طيحش اكسيتيرا. دونك الا درتيها بشي باتري ولا شي حاجه تقدر تطيح لا طونسيون ولا شي حاجه تضرب الكالكيلاتور، الا تضربات صافي. الا شتي هنايا مثلا الفلاش هي هادي اللي عندنا مثلا في هذا النوع ديال هذا الكالكيلاتور هذا، راه كاين في بعض لي كالكيلاتور اللي كتكون الفلاش كتكون انتيغري مع البروسيسور كيكونوا مجموعين في نفس الوقت. دونك الا شفتو هي هادي نفسها اللي في التصويره تمايا، عاطيك دونك هاد البين هذا الا جيتي تحسب هنا شوفوا معايا في التصويره ديال البي سي. دونك ها لابارت الاولى 1 2 3 4 5 6، دونك 6 قال لك. دونك بوري اي ماسا دونك هادي بلونغلي سي تو جراند، دونك هادي غادي تبرون شي لاماس هنايا عندك. لاماس غادي تجيب خيط ديال لاماس كتسودي هنايا. كاين بعدين واحدين اخرين اللي كيعطيك في هاد لي بوت ديال البروسيسور مثلا باش تبوتي تسودي هنا، ولا كتبع انت دونك على حساب ليماج اللي عندك كتحاول انك تختار وتسيليكسيوني النوع ديال الكالكيلاتور ديالك. وهكا كدوز تقرا الفيشي ديالك وخصك تصوف كاردي هذاك الفيشي الاصلي، ومن الاحسن تعاود تقراه مره اخرى جوج ديال المرات وكتقارنوا مثلا بواحد لوجيسيال اللي كيدير الكومباريزون باش كتشوف واش قريتي نفس الفيشي وتحتفظ به ابار وكتعطيه واحد التسميه. عاد من بعد كتكوبيه وداك الفيشي اللي كوبيتي مثلا كتقدر هو اللي دير عليه الموديفيكاسيون. دابا لي فيشي ولاو موجودين بزاف بحكم البارطاج ديال الدراري في لي جروب لي سيت سيغ انترنيت كاين اللي كيتبعوا. كاين مثلا اللي كيعرف يخدم بالوين اولف
دونك على لي ماب كيبدلهم. دونك شنو هما التغييرات اللي كيديروا هنايا في هاد لي ماب؟ كيبدلوا على كيلعبوا على على الديب ديال الانجيكسيون، كيلعبوا على لافونس ديال الانجيكسيون، على المسائل الاخرى. دونك غير الحوايج اللي مهمين هنا، كاينه واحد القضيه هي داخله في لا ريزيستانس دي ماتيريو ديال الار تي ام، هي لا بويسونس ماكسيمال اللي كتكون في الموتور. دونك المصنعين هما راه كيديروا واحد لا مارج دو سيكوريتي. علاش هذيك لا مارج دو سيكوريتي؟ دايرينها على حساب لا ماتير باش مصوبه لابيال، شحال هي لا فورس توتال اللي تقدر تسيبورتي لابيال تهبط معاها الفيلبروكان اكسيتيرا، كيخليوها حتى 30% حتى 40%. كاين الناس اللي كيخدموا التينين كيقد يطلع لك لا بويسونس حتى 90 حتى 95. ولكن هنايا راه كاين واحد الريسك ديال الكاس ديال الموتور، لا ديفورماسيون ديال لابيال، يعني العمر ديال داك الموتور راه ماشي طول بزاف. ملي كتقيس هذاك الشيء كتبدل هنايا، كتعاود تانجيكتي صافي، كتعاود بنفس الطريقه اللي درتي البرونشمون، كتكون في الاول درتي لا ليكتير، من بعد كدير ليكريتير وكتانجيكتي. دونك كنتي اكسبير، دونك في الناس الاكسبير اللي كيخدموا لي فيشي روسوم ولا كيشريهم، كتلوح لي فيشي وكتجرب كتمشي مزيان. دونك هذه بالنسبه للفلاش. عندنا هنا بالنسبه للكالكيلاتور حاجه واحده اخرى عندنا هي لي بروم. دونك الا شفتوا هنايا لي بروم عندنا لتحت، دونك هنايا انا ما حليتوش حيت الخدمه اللي احتاجيت انا غير من الفوق. دونك غادي هنايا تحلو من هنايا، غادي تهبط هكذا، غادي تبان لك لتحت ديال لاكارت الخضراء من الجهه الاخرى لتحت. دونك لي بروم هي هذه في هذا ليماج، انا غادي نحاول نزوم ما عرفتش غادي تبان لكم ولا لا. دونك مثلا هذه 93 56. دونك هاد لي بروم هذه حتى هي كيكون عندنا فيها واحد المعطيات، شكون هما بالضبط المعطى اللي مهم كيكون عندنا؟ هو الكود ديال الديماراج ديال لونت ديماراج. دونك الا مثلا الطوموبيل بدلتي الكالكيلاتور خصك انك تبروغراميها. دونك هذه هي المساله اللي مسؤول على البروغراماسيون ديال بالنسبه للديماراج. كيكونوا عندنا فيها لي كود ديال لي زانجيكتور، كيكون عندنا فيها بزاف ديال المعطيات وحدين اخرين. دونك اللي بروغرامابل، دونك نقدر نقول هاد لي بروم بروغرامابل، يعني تقدر انك تبروغراميها مثلا بلا باري ديال الدياغنوستيك. دكور مثلا عندك شي سيستيم زدتيه في الطوموبيل بحال مثلا ريغولاتور دو فيتاس، دونك تقدر انك تبدلو هنايا شي حاجه اخرى. دونك داكشي الاخر كلشي كديرو هنايا. اللي كود ديال لي ديفو اللي كيتسجلوا، دونك كيتسجلوا هنايا، تقدر تبغي تمسحهم مثلا كتدخل لهنايا من هنا كتمسحهم. دونك هنا فين كيكون هاد المعطيات. دونك حتى هادي في الطريقه القديمه اللي كانت شحال هادي، كانت انك كتجبد مثلا هاد لي بروم هادي، كديسوديها هنايا، كتحيدها، كتحطها في الليكتور ديالك، كتقرا الفيشي، من بعد كتلوحو مثلا في واحد اللوجيسيال اللي كيخرج لك البين، مثلا شي واحد طاح عليه السوار تبغي يخرج السوار واحد اخر، كتهز داك الفيشي اللي قريتي هنا كتلوحو في واحد اللوجيسيال، هو كيعطيك البين كود مثلا. هذاك البين كود كتعاود تبروغرامي به مثلا السوارت الجداد ديالك الا مشاو لك نتايا، ولا هاد الفيشي هذا كتلوحو في الكالكيلاتور الاخرى، كتفيرجي الكالكيلاتور الاخرى اللي جبتي وكتلوح فيها هاد الفيشي ديال الكالكيلاتور القديمه اللي كانت عندك. دابا على حساب الثمن ديال لي زاباراي بالنسبه للتصوير اللي كليك، دابا راه ولاو بعض لي زاباراي اللي تطوروا دابا بزاف، ما بقيتيش محتاج تحل الكالكيلاتور. دونك الطريقه كتسمى باغ بينش، داكور، يعني كتبرونشي في غير في لي بين ديال الكالكيلاتور هكذا، ما كتحتاجش انك تفتح الكالكيلاتور. كتدخل كتسيليكسيون الكالكيلاتور، هي كتعطيك السيري ديالو وكتعطيك النوع ديالو. دونك كاع لي بين ديالك اللي عندك هنايا كلهم كتبرونشيهم هنايا، داكور، وكتقرا لي بروم وكتقرا الفلاش ديالك وكتكتب، داكور. دونك نقدر نقول البروغراماسيون ساهله بقدر ما هي انها صعيبه الا ما كنتيش كتعرف كدير وما كنتيش متبت راسك وما تعرفش تتعامل بيه في شيء. دونك تقدر انك تخسر شي كالكيلاتور شي مره، وداك الشيء لا باس به. دونك في المرحله الاولين كنت كمبتدئ ولا يلا كتعلم ماشي مشكل، خلص باش تعلم. كاين الطريقه الاخرى هي كتسمى ديال جي تاغ بحد لي زاباراي. مثلا جي تاغ كتضطر انك تحل الكالكيلاتور، دونك كيكون عندك واحد ليبيري ولا واحد لي بين كيكون عطيك واحد البلايص. مثلا انا كنعطيك غير مثال بحال هادو، كتحطهم فيهم هنا كيوريك كل ليبرا فين غادي تحطها، وهكذا كتقدر تقرا الكالكيلاتور. دابا كاين بعد
لي زاباراي لي باغ او بي دي تقدر انك تقرا الفلاش وتكتب الفلاش غير باغ او بي دي. وكمعلومه هادشي اللي كنقول دابا راه بالنسبه للكالكيلاتور ديال الموتور وبالنسبه حتى الكالكيلاتور ديال لي بوت فيتاس مثلا شي مره كتقدر تبدل شي بوت فيتاس وكيخصك تبروغرامي الكالكيلاتور ديالها تهز لي دوني اللي كان عندك في الكالكيلاتور القديم تلحقهم في الكالكيلاتور الجديد اكسيتيرا. كاين بعض لي زاباراي اللي رخاصين مثلا وكيخدموا مثلا لي زاباراي ديال الفوزباغن كتزيد معاهم واحد لاباراي واحده اخرى وتقدر انك تقرا وتكتب فيها بكل اريحيه وبكل سهوله. دونك نتمنى بعدا دونك فهمتوا شكون هي الدور ديال الفلاش وقتاش كنحتاجو نبروغراميوها ولي بروم. دونك لي بروم اي طوموبيل غادي تبدل الكالكيلاتور ديالها اول حاجه كيخصك الكود ديال الساروت ولي كود ديال لي زانجيكتور. راك تقدر غير في الاول تدخل الكود ديال الساروت ولي كود ديال لي زانجيكتور تقدر تدخلهم مانيالمون بلا باري ديال الدياغنوستيك صافي. غير هنا الاشكال اللي غادي تطيح فيه تقدر تكون شي طوموبيل مثلا انا ديك الكالكيلاتور القديمه اللي جبتها في واحد الطوموبيل مثلا ما فيهاش لاكليم يعني وما فيهاش مثلا الريجيلاتور دو فيتاس يعني نقولوا الطوموبيل كما كنقولوا حنا خاويه داكور. الطوموبيل انا عندي فيها لاكليم وفيها الريجيلاتور دو فيتاس دونك الا خليت المعطيات القديمه اللي في الكالكيلاتور الاخرى بدلت غير الكود مثلا ديال مرات الطوموبيل ولاني نقدم الريجيلاتور دو فيتاس ولاكليم ما غاديش يخدموا ليا داكور. تقد تكون عندي مثلا الطوموبيل الاخرى حيت كاين بعض في بعض الدول مثلا طوموبيل مثلا نفس الطوموبيل نفس السيري وحده فيها الفاب والاخرى ما فيهاش الفاب وحده فيها لوجير. دونك باش ما طيحش في هاد الاشكالات هادو كتحاول انك تهز لي بروم وتهز الفلاش داكشي كتحطو كامل في مره وهكذا كتيفيتي حتى ديك البروغراماسيون اللي غادي دير مانيوال بلا باري ديال الدياغنوستيك وكتكون لحتي كلشي بمره. دونك حنا قلنا الكالكيلاتور اول حاجه كيكون عندها فيها واحد لي زونطري. دونك هاد لي زونطري هادو شكون هما هاد لي زونطري؟ لي زونطري ديال لي زانفورماسيون ديال لي كابتور. دونك من هنا كل كابتور كتكون عنده اونطري سينيال كيتفاريا ما بين 0 حتى 5 فولت دونك فلا بلي بار ديال لي كابتور. هاد لي كابتور هادو باش يخدموا دونك الا شفتوا لا بلي بار فيهم كاين اللي كيتاليمونطا ب 12 فولت راه غادي يتاليمونطا ديريكتومون كاين اللي كيتاليمونطا ب مثلا ب 5 فولت. دونك انا ب 5 فولت ضروري تكون عندنا واحد لي بياسه سمحوا لي نشوف فين هي. دونك هذه مثلا هذه هي هذه اللي في القنت هنايا هذا هو الريجيلاتور ديال 5 فولت. دونك هذا كيحول ليا دونك انا اللي شتو الكالكيلاتور في لابري كونتاكت بلس كنعطيها 12 فولت دونك هذا كيحول ليا 12 فولت ل 5 فولت وكي اليمونتي ليا كاع لي كومبوزون اللي غادي يحتاجو 5 فولت. دونك انا باش عرفتو انا هذا ريجيلاتور مثلا هذا الكالكيلاتور دونك اللي شتو كاملين راه واحد السيري ما عرفتش غادي يبان لكم ها هو شتو راه واحد الرقم كيكون مكتوب فوق منه وهاد العمليه هادي تقدو تستعنوا بها راه ما يبانلكمش مزيان. دونك انا راه بان ليا وراني كنت وجدته باش نوري لكم هنايا. دونك هو هذا الا شتو جيت لجوجل كتبت A2C20219 ها هو عطاني. دونك الا شتو تريبل فولتاج ريغيلاتور دونك الا شتو اوتبوت فولتاج 5 فولت ريغيلاتور ديال 5 فولت كيعطيك البرونشمون الكاركتريستيك ديالو. دونك بالنسبه للدراري ديال الالكترونيك والميكاترونيك هادو راه يفهموا مزيان. دونك هنا كتعطيه لا ماس كتعطيه لا ماس دونك ها الترقيم ديال الرجل الاولى دونك هاد الحفره اللي كتكون فوق منه هنايا هي اللي كتعطيك لابارت الاولى وكتهبط 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 وانت غادي هكذا كيعطيك الترقيم ديالو كيعطيك كل حاجه فين غادي. دونك انا عرفت هاد الريغيلاتور. دونك دابا في بعض الاحيان مثلا هذا باش نقدر نعرف مثلا هذا هو اللي مضروب مثلا نقدر في الدياغنوستيك تعطيني ديفو ديال الريغيلاتور ديال 5 فولت ونقلب في 5 فولت في لي كابتور كاملين ما نلقاش. دونك بحال الديفو هذا راه كيكون شائع في بعض الطوموبيلات تقطع برك في 5 فولت في الاربراكه ملي كان عندنا فيه اي فيه و 5 فولت ما تلقاش 5 فولت تعبر 5 فولت ديال الفيلبروكا ما تلقاش 5 فولت في الكابتور ديال البريسيون ديال الكاربيرون تعبر ما تلقاش 5 فولت يعني في بزاف ديال لي كابتور تعبر ما تلقاش 5 فولت. هنا راه ماشي بالضروره المشكل يكون في الكالكيلاتور قد يكون عندك شي كابتور هو اللي خاسر. دونك في هذه الحاله هذه خصك ديبرونشي لي كابتور كاملين وتبقى تتبع الديفو. يقد يكون عندك شي كور سيركوي في هذا لي كابتور اكسيتيرا يقد يكون عندك مشكل هنايا. تقد تكون عندك الباط مثلا اللي هنايا مثلا تكون ديسوديا دونك مع كيسخنوا هذا دونك عندنا هادو كيقدو يديسودا وما كيبقاوش يدوزو. دونك انت في ما بين الحوايج اللي دير مثلا دونك في الدياغنوستيك الا طلع لك ديفو ديال شي كابتور ولا شي حاجه خصك دير لي كونترول اكسترن اللي على برا ديال الكالكيلاتور دير لهم مزيان تقلب الكابتور تقلب الكابلاج تتاكد منه مزيان. دونك لي كونترول كاملين خصك ماشي غير ديك اللي كتصوني لا كونتينيتي خصك دير لي زون مو على ماس كلشي ديرو.
بقى عندك المشكل تقدر تدوز الكالكيلاتور لداخل تشوف هاد لي بين هادو، دوز لالو بالميكروسكوب واش تبان لك شي حاجه مديسوديه تقدر تسيدو تحيد المشكل. ممكن هذا بحال مثلا المشكل اللي كان في الكالكيلاتور، كان واحد لي بين مديسوديين هنايا كيكون فيهم واحد الشقات، دونك عاودنا سيدينهم تحيد تحيد المشكل. دونك لا بلي بار كيوقع في الكالكيلاتور كيقدي يدوسيدو اكسيتيرا. عندنا هادو لي داتا شيت او هما لي ترانزيستور موسفيت. دونك كيما قلنا عندنا لي انبوت وعندنا لي اوتبوت. دونك لي اوتبوت فين غاديين؟ غاديين لي زاكتياتور، دونك مثلا لي زانجيكتور، مثلا ريغيلاتور د الكاربيرون، الكتروفان دو جي ار اكسيتيرا. هادو مثلا كيكونوا دي موسفيت. علاش كتخصنا البويسونس الكورون اللي كيدوز عندنا كبير؟ دونك نفس الطريقه اللي درت هنايا، شوفوا هاد الكومبوزون هذا غادي نديرو هنايا. هذا ما اسمع بالش لكم الرقم دابا، انا التليفون عندي شويه، انا كتبته هو حتى هو راه وجدته. السيري اللي مكتوب فيها هو فوق منه F54 0NS. انا كتبته في جوجل هنايا، عطاني المعلومات ديالو. ندخل مثلا هنايا سومي كونديكتور، عطاني لا فامي ديالو. غادي نكليكي هنا غيعطيني البي دي اف ديالو. دونك لي شفت البي دي اف ديالو، هو كيطلع لي، ها هو عطى لي المعلومات ديالو صافي. دونك هذا راه موسفيت، دونك كيعطيني شكون هو الكورون ماكسيمال، حتى لي كونترول، حتى الطريقه كيفاش تكونتروليه الا بغيتي تكونتروليه. دونك غير بالنسبه لي موسفيت الا بغيتي تكونتروليه راه خصك ديسودي تحيدو من بلاصتو وتحيدو. نعطيكم مثال فين تقدم مثلا هاد لي موسفيت. شي مره كتحل كتلقى شي واحد مفرقع مثلا، كما كنقولوا عبين عليه لاطار ديال الحراق، تقدر دوز لا لوب تلقاه مديسودي مثلا، لقيتيه مفرقع تقدر غير تبدلو بشي كالكيلاتور قديم تحل المشكل. مثلا في لي موتور ايسونس كيكون مثلا اللي كان عندنا ليماج جيمو ستاتيك، كتلقى ليماج كيتكوموندا ل 1 او ل 4 او 3، غادي تلقى ترانزيستور مثلا ديالهم واحد تمام. كتقدر تلقى مثلا لي تانسيل مقطوعه لك على ال 1 او ال 4 داكور، انت غادي تمشي تبدل البوبينه غادي تلقى نفس المشكل. غادي تكونترولي الكابلاج ديالك على برا غتلقى نفس المشكل. غادي تقول لك الكالكيلاتور قطع داكور، دونك الان والكات كتعطيهم ولين الاخر ما كتعطيهش، الدو 3 كتعطيهم والان الكات ما كتعطيهمش صافي. ملي كتعطي الدو 3 مثلا يعني راه ما عندكش مشكل في الكابتور ديال الربره كام ديال الريجيم موتور داكور، باش غادي تقطع ما عندكش مشكل في ليمونطاسيون ديال الكالكيلاتور. دونك عندك شي مشكل في شي حاجه اخرى يقدر يكون عندك في ترانزيستور. شي مره مثلا انجيكتور كتبدل الانجيكتور كتلقى نفس المشكل، كتبدل الكابلاج كتلقى كلشي هو هذاك، كتقلب الكابلاج كتلقى كلشي مزيان، وانما كيبقى عندك المشكل. يقدر يكون عندك ترانزيستور ديال الانجيكتور، الريغيلاتور ديال البريسيون ديال الكاربيرون اكسيتير. دونك هادو غير حاولت نقربكم واحد الشويه، يعني تقدر هاد لي كومبوزون طبيهم في الانترنيت تشوف. دونك تحاول انك تبروغرامي. دونك بالنسبه للبروغراماسيون الثمن ديال لاباري هو اللي كيحكم على السهوله. دونك دابا راه كاينين بعض لي زاباري اللي كيوصلوا تقريبا حتى المليون ولا شي حاجه، دونك كيخدموا لا بلي بار ديال لي كالكيلاتور بالبنش، يعني تبرونشي هنايا داكور. دونك بالنسبه لي بدلتي بعدا الكالكيلاتور مبدئيا، اما بالنسبه لي ماب دونك باش تخدم عليهم، دونك باش تبدل هذيك حاجه واحده اخرى عاوتاني، دونك خصك تكون اكسبير شويه في البروغراماسيون باش تقدر انك تبدا تحيد لو جي ار، تحيد هذه تحيد هذه تحيد هذه. كاين بعض لي جوسيال لي لوجيسيال اللي واجدين، كتقرا الفيشي ديال الفلاش مثلا كتلوح فيه انت، كتقول له مثلا حيد لي هذا الكود ديال الديفو ولا دير لي الديفاباج ولا حيد لي جي ار، دونك هو كيحيدو وكيعطيك فيشي جديد كيكون مقاد موجود انت كتعاود تانجيكتيه صافي. كاين بعض لي تريك مثلا ما خصكش تبدل سميه الفيشي اكسيتيرا، داكشي كتعلمو مع الممارسه ومع الكونتاكت بطبيعه الحال مع الاصدقاء ديالك. نتمنى غير نكون قربت واحد الفكره شويه. دونك ولي كالكيلاتور راه كيتصايب، دونك حيت لا بلي بار ملي كتلقى واحد المشكل عندك في الكالكيلاتور زعم عليها، شوف لي بين، قلب المسائل ديالك، راك تقدر تلقى غير مشكل بسيط اللي تصلحو بواحد السوداج اللي يقدر يكون سهل ويتفك المشكل. السلام عليكم.